وين بيبرع مولود القوس بالأسبوع الأول من شهر نيسان أبريل 2024؟ عزيزي، بهالأسبوع الأول من الشهر بتبرع بمجال عام أو بمناسبة اجتماعية، تستقطب الأصدقاء الجدد والمعجبين والمعجبات، ويلي هن بيثنوا على حضورك وبيطالبوا بحضورك، وبيثنوا على أناقتك بالكلام باللباس بالتصرفات بالأيام الأولى من هالشهر، خاصة بين التنين والتلاتة. يمكن تبرهن عن إرادة صلبة مع بسمة ومع رقة وحضور جذاب. طب تعرف أنه أنت عادة تترك أثر منيح على الناس، بس بتدخل معركة مهمة وبتنجح لا يوم الجمعة 5، فبتكون هالفترة كتير مضيئة رغم بعض التوتر يلي بيحدثه كوكب فينوس ببرج الحوت، يعني بمربع مع برجك، ويلي بيثير غيرة البعض أيضا، وبيضطرك لأن تدافع عن نفسك في بعض الأحيان وتبرر بعض التصرفات. لازم تضبط أعصابك عزيزي القوس بهالوقت قدام تحديات، تبحث عن تحرر من قيد بين الخميس والجمعة، وهالشي بمجال عملك. يمكن تجاهر بهالشي علناً قدام أشخاص بيحاولوا يفرضوا عليك شروط. قاوم أي ميل إلى الانفعال بين السبت والأحد حتى ما يتعكر المزاج. بهالوقت لازم تضبط أعصابك أكثر وتنطر الأمر الجديد الجاي إلى برج الحمل يوم الثاني 8، واللي رح تكون مفاعيله جيدة عليك.